عايز اقول في الاول كم انت عظيم يا اهلي ان هو يجمع الناس الحلوه دي كلها، اعضاء النادي الاهلي المحترمين واعضاء الجمعيه العموميه المحترمه، مع طبعا مسؤولي شركه، مع مسؤولي مؤسسه بهيه للاكتشاف المبكر لعلاج سرطان الثدي. الساده مسؤول مؤسسه بهيه للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، الحضور الكرام، من منطلق حرص النادي الاهلي الدائم على دعم المؤسسات المجتمعيه والوقوف إلى جانبها وتفعيلا للدور المجتمعي الذي يقوم به النادي الأهلي، يأتي اهتمام الأهلي بدعم حملة محاربة سرطان الثدي في إطار دوره المجتمعي الدائم نحو المشاركة في كافة المجالات التي تخدم عائلة الأهلي. وتعد مؤسسة بهية من أهم المؤسسات التي تلعب دورا كبيرا في مكافحة مرض السرطان لأمهاتنا ونسائنا وبناتنا، تقدم خدماتها وعلاجها بالمجان للسيدات التي يعانين من سرطان الثدي، ابتداء من الكشف المبكر ومرورا بجميع مراحل العلاج. ومن هنا جاء حرص النادي الأهلي على مد جسور التعاون مع مؤسسة بهية، حيث قام وفد من النادي الأهلي بزيارة المؤسسة الأسبوع الماضي، واليوم نستقبل المسؤولين من مؤسسة بهية في إطار تفعيل دور النادي الأهلي المجتمعي وتعاونه مع المؤسسات الخيرية ضمن برنامج عائلة الأهلي الذي وضعه مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب. اللي بتقدمه بهية مختلف عن الكيانات المناظرة، هو الجمع بين ثلاث حاجات، وأنا يمكن كتبت ده في المقال بتاعي. هم بيقدموا الخدمة الطبية بالمعنى الاحترافي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني، ومقدمين معاها بقى جزئيتين مهمين جدا اللي هم بيفوتونا كتير في منشآت كتير تانية في مصر حتى لو بتقدم خدمة مجانية، الجزئية الأخلاق وجزئية الإنسانية. فالمعايير الأخلاقية والإنسانية اللي موجودة في بهية هي نموذج يحتذى وتستحق أن تدرس هذه التجربة من الناس اللي ماسكة المنظومة الصحية في مصر، عشان نقدر نطبق ده على مصر كلها سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص. لأن أقسم بالله لو تم تطبيق المعايير المطبقة في بهية في المعايير المهنية والأخلاقية والإنسانية في المنظومة الصحية في مصر، ستكون المنظومة الصحية في مصر دون أدنى مبالغة هي الأفضل في العالم. طبعا تجربة نفسها شيء رائع وعظيم، أن يبقى عندنا سنترز في مصر بتعمل الحكاية دي، وأتمنى أن تتعدد في كل المحافظات. زي ما كنت بقول أن الواحد لما بيعمل تحليل كل 6 شهور بيبقى قدامه نتيجتين، يا ما عندوش حاجة فبتبسط، يا عنده حاجة ويعالجها ويتبسط. في الآخر خلونا متفائلين، بالاساس الاهلاويه بتولدوا متفائلين، فاحنا متفائلين حتى بوجود المرض. بتمنى الناس كلها اولا تدعم مستشفى بهية، ثانيا عليهم ان هم يعملوا الكشف الدوري اللي هو بدا من 40 سنه لازم يبقى فيه هذا الشكل. وبتمنى طبعا كل الناس تتبرع لهذه الكيانات اللي هي كيانات اهليه معموله عشان يقدروا يساعدوا المراه ويساعدوا الانسان المصري بشكل عام. ده شيء رائع. احنا الحمد لله عملنا زياره، احنا فتحنا الملف في التوعيه الطبيه شويه والنادي الاهلي بشكل عام مش اللجان بس، واعتقد ان كان في كذا اكتيفيتي موجوده في الفتره اللي فاتت. جهاز السكر اللي منتشر في كل الفروع بمبلغ رمزي جدا، ده على مستوى الاداره التنفيذيه والاداره الطبيه. احنا كلجان ومن واقع مسؤوليتنا المجتمعيه عملنا زياره للمستشفى بهيه. سرطان الثدي زي ما احنا عارفين ان هو دلوقتي للاسف بيصيب سيدات، يهمنا جدا 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 الصحه النفسيه والشخصيه لعضوات النادي الاهلي، وبالتالي عملنا ابروتش للبهيه وعملنا معاهم زياره ودعيناهم لزياره النادي الاهلي النهارده في وسط كوكبه من الشخصيات الاعلاميه وبرلمانيين وشخصيات عامه. فالحمد لله اليوم كان ناجح جدا الحمد لله. فكره ان النادي الاهلي يعمل حاجه ليها دعوه بالتوعيه ويكون يعني بيتعاون مع مؤسسات مهمه زي بهية، ده شيء مهم جدا جدا جدا، والحقيقه ده حاجه من الحاجات اللي تتحط في السي في طويل العريق بتاع النادي الاهلي. عايزه اقول لك انه فكره ان احنا نهتم بالتوعيه بسرطان الثدي ده من الحاجات اللي فعلا مهمة. الستات ما بتاخدش بالها من الحاجات دي كلها، مع ان الموضوع لو تم اكتشافه مبكرا فبالتالي ده بيأثر على العلاج بشكل كبير قوي. مبكرا يعني معناها زي ما كنت بقول في المؤتمر كده 98% حالة شفاء.
فإحنا النهاردة لازم نوعي كل يوم الناس بأهمية الكشف المبكر والفحص المبكر عشان بتقي ستات كتير جدا ورجالة على فكرة، يعني السرطان الثدي برضو بيصيب الرجالة، عشان تقدر توعيهم بالموضوع ده. لو عملت كده زي ما بقولك انت بتنقذ حياة ناس كتير قوي.